من طفولتي أنا أحلم إنه أسجل بالمدرسة. بعدين جايت عمليات جراحية، هاي العمليات هي اللي منعتني إنه أتواصل بوقتها بالمدرسة. معدل 97.57، هم تفاجأت انه اكو عقبة قدامي، هم عقبة العمر، وانه اصلا ما مشمول لقانون الاستمارة انه امل الاستمارة. يعني حاولت، كتبت المناشدة للوزير، وحاولت حاولن صديقات بوقتها يرسلنها على الايميل موقع الوزارة، ما وصلت بوقتها. بعدين لما فاتني وقت التسجيل، وقت التقديم الاستمارة الإلكترونية، لما فاتني وقت التسجيل، يلا ذيك الساعة كانت بنية شجاعة، يعني قالت لي احنا ما لازم نسكت عن حقنا، دامك ترسكتي راح يفوتك التسجيل وراح يفوتك تقديم الجامعة السنة، وانتي مؤهلة انه تدخلي المجموعة الطبية، وراح هذا كله يضيع لحظة. فالبنية نشرت، اخذت من عندي المنشور ووعدتني انه تنشره على مواقع الوزارة. بصراحة تفاجأت، لان انا ما حاولت انه ما انطي، اكو اسئلة كنت مترددة بالجواب بيها، بس حاولت انه ما انطي هاي الأسئلة بالذات، ما أخليها فارغة أو أترك إجابتها تخوفاً من أنه الإجابة تكون خاطئة. حاولت بيها على الأفكار اللي ما أخذتها من الدراسة، حاولت على الآن الشيء دارسته وجاوبت، وطلعت يعني الإجابات ما أخذ عليها درجة كاملة. كانت تخوف أكثر شيء من الرياضيات والكيمياء، وطلعت درجاتي درجة كاملة بالرياضيات 100 والكيمياء 99. حاولت أتلافى أنه أتردد، التردد قتلته بذيك اللحظة.